الدمار هو كل ما يميز هذا المكان. مدينة كرش عاصمة مديرية القبيطة بمحافظة لحج، المنطقة التي ألحقت بها الميليشيا أكبر دمار في المحافظة، خصوصا في البنى التحتية كالمدارس والمراكز الصحية وحتى دور العباد لم تسلم هي الأخرى، وكل ما فيها هنا بات مجرد أنخاض. هذه المديرية طبعا تعرضت لدمار كبير شمل مختلف المكاتب الحكومية والمقرات، شمل أيضا البنى التحتية، شمل أيضا هدم كثير من المدارس والمراكز الصحية، وإلى حد أنه وصل الدمار إلى استهداف المشاريع الخدماتية التي كانت يستفيد منها أبناء المديرية. لم تكتف الميليشيا بتدمير البنية التحتية الخدمية، بل ذهبت إلى تفخيخ المنازل والطرقات والجسور والعبارات والأنفاق، وحتى آبار المياه تعرضت للتلغيم، وهكذا تكون وزعت أدوات الموت وسمومها بشكل متواسي على كل شيء في المنطقة. هذا الرغم زرعت في الطرقات المادية إلى القرى وفي حول المدارس وحول مراكز المياه الآبار، وكانت مهمتنا الأولية وهي إعادة النازحين إلى منازلهم، فقمنا بعمل تطهير هذه الطرقات والقرى والمدارس، وتم عودة النازحين إلى قراهم بسلام. مساع حثيثة ومتواصلة لمحاولة إعادة الحياة إلى هذه المدينة من خلال إعادة المواطنين إلى مناطقهم بعد أن ضاقوا مرارة النزوح والحرمان، وبعد محاولة انتشال الألغام التي تهدد حياة السكان. كانت الأسر النازحة تقدر بحوالي أكثر من 4000 أسرة. أنا اليوم كما من خلال الإحصاء الذي عندي للأسر المتبقية وهي 1131، بمعنى أن هناك سيبقى أعتقد 1800 وكسور هذه أسرة نازحة لا زالت في النزوح، في منها من هدم بيتها، وفي منها من تعرض على منازلها لأضرار جزئية، وفي منها من فقد تعمل أثاثها أو امتلاكاتها فما قدرت أن تعود إلى منازلها. أكثر من سنتين ونصف منذ تحرير كرش من الميليشيا الإنقلابية، إلا أنه بالكاد يستعيد عافيته رويدا رويدا. المدينة تعاني من غياب للخدمات وشلل تام للكهرباء والصحة والمياه، إذ يظل كل ما فيها شبه أطلال. مختار شعتل لقناة بلقيس من مديرية القبيطة بمحافظة لحج.